احد المنتخبات الجيده زي منتخب الشباب في كره اليد، منتخب الشباب في الكره الطائره، عمل يعني حقيقه بطوله رائعه، خد الثامن على العالم، ودي انجاز كبير جدا بعد ما خسر في دور الثمانيه من ايطاليا. ايطاليا احد افضل الفرق في العالم، خسر منها 3-0 بعد ما عمل مباراه كبيره. المنتخب ده ادى اداء كبير جدا والله رجاله، وتامن عالم في الطايره دي حاجه صعبه قوي. يعني النهارده لما نتكلم عن الطايره، الفريق الشباب يد بياخد ثالث اهو ان شاء الله، ثالث رابع، ده الطايره تامن. اتمنى من السله نفس الكلام، ولكن للاسف برضو السله في الشباب برضو احنا لسه بعيد شويه. طيب المنتخب ده بيضم 2 لعيبه من النادي الاهلي جامدين قوي، خليكم فاكرين اساميهم لان هقول لكم عملوا انجاز ايه في كاس العالم. حمزه حمدي الصافي، طبعا جينات حدث ولا حرج، وحمزه الاخ الاصغر ليوسف، وطبعا الاثنين ولاد كابتن حمدي الصافي. فطبعا الجينات قول، وعلى فكره يوسف رجع من تجربته الاحترافيه في فرنسا ورجع تاني انضم للفريق، طلبوا يعني المدير الفني الجديد طلبوا قال لي انا عايزه يرجع، فالنهارده يوسف رجع، حمزه راجع ما شاء الله. حمزه على فكره كابتن محمد مصالح ميدو اللي احنا هنا بنحييه طبعا، وعمرنا ما هننسى وعمل ايه كابتن محمد مصالح ميدو، وهنفضل دايما نتغنى بانجازاته الكبيره اللي عملها مع الفريق. كان صعد طبعا حمزه الصافي للفريق الاول، وده اللي اكتسبه الخبرات، راح النهارده مع كاس العالم عامل عظمه، من احد اللعيبه اللي عامل شغل غير طبيعي. والحقيقه فاجئني انا كمان على المستوى الشخصي شريف يوسف اللي خد افضل ضارب في البطوله برصيد 141 نقطه بفارق 3 نقاط عن لاعب بلغاريا واللي جه في وراه في الترتيب. النهارده احنا عندنا في النادي الاهلي افضل ضارب في العالم في سنه، ودي حاجه يعني انا ما سمعتهاش من ايام احمد صلاح، يعني شفتها في افريقيا بس في بطولات عالم ما شفتهاش. احمد صلاح يعني هو اللي كان دايما معودنا ياخد احسن ضارب في المحافل الدوليه، ولكن النهارده عندنا شريف يوسف يعني مطرقه النادي الاهلي الجديده، عمل وتصور هيبقى له وجود كبير بعد الاداء ده في مع الفريق الاول، خاصه النهارده في دماء جديده، في مدير فني جديد، في مدير عبد اللطيف عثمان مدير الفريق الجديد، يعني الجو العام كله جديد. ده ابدا لا يقل ابدا من الجهاز السابق كله، سواء كابتن محمد مصالح ميدو، تايجر، كابتن جمعه، كل العظماء دول يعني سيظل تاريخهم او يظل طبعا ذكراهم عطره لما حققوه مع باقي الجهاز. حتى الطبيب كابتن سامح ظلام اخصائي علاج طبيعي، كل الجهاز هنبدا نذكر اساميهم ونعرف ان هم عملوا اللي عليهم، والحقيقه كان ليهم دور كبير ان الاثنين دول يظهروا بهذا المظهر في كاس العالم. بنتمنى كل التوفيق لهذا الفريق، ونتمنى كل التوفيق للبطلين الجداد حمزه الصافي وشريف يوسف، بالمناسبه دول تحت 19 سنه، يعني لسه المستقبل قدامهم كبير.